صابرين أخي عسل الدنيا، محترمة روحها ياسر بيه، ياسر نستحبها، ياسر نستعزها. نهار الدفينة متاحة مش تقول دفين الطفلة، قول دفينة واحد وزير رئيس، مش نقول لك الناس كلها على عليش خاطر هي بشوشة وبيه وخلاقها حميدة. أنا كلمتني العشية أمي وينك، قلت لها أنا أخي مشيتي للبحر وحدك، مش قلتي باش نهزك؟ قالت لي أمي نحن مشينا جروب مع بعضنا بنات وليد، ما نجمش نهزك. ورحمة بابا ورست أمي نورت عيني، إلا ما نجي ونهز أمي نعدوا 3 أيام في رفراف راسي راسك. ما حبيتش نقلقها أنا في الليل، قلت مع أصحابها وبنات يقولوا شاي قاعد تيض أمها وحدها تقلق فيها، حبيتش نطلبها. مروحين قلت لهم مناوشة، قلت المرأة راسي يجع فيا باش نروح الدار، انتوما مروحين من طريق الحمامات، اش مهزينكم القنطرة ترادس؟ نحب نعرف بنتي انا لتو مشوشت عليها، لتو كاني مات لتو، نحب نعرف حق بنت. انا ما شفتش، انا لا شفت كاميرا، لا شجوني عيطولي، لا بحثوني، لا عملوا لي حد شيء. محاميك اش قال؟ مزيان محامي، قالت مازالت المحكمة مسكرة حتى تحل متاع القضية. شنو هي علاقتها بيه هي؟ هما علاقاتك هي أصحاب وخواتهم يمشوا، مخلطين بنات وكلهم يمشوا يسهروا غاديك في الحمام. واش باش ياخذها هو؟ لا لا. ما خطبكش فيها؟ لا ما خطبنيش، ما كلمنيش، هي اعتبار أبوها ولا أخوها الكبير، عندها خطيبة هي. هي خطيبة قبل سبق قبل بثلاث أيام في تركيا راهو. مخطوبة هي؟ هي عندها، وهي باش تعمل وراقها وطالعة الجمعة اللي مات فيها باش تطلع لتركيا. هي عندها واحد غاديكا في دبي ما كونتراتو باش تخدم، تقعد غاديكا تخدم وتبعث لي الفلوس. خم في الحياة خم، قلت يا أمي نحب نعيش ونحب نحجك، قلت لي باش نحب نعمل لك عمرة، أنا راني نخذ 40 وحدة، قلت يا أمي نمشي نعمل لك نبعث لك الفلوس وعملي عينك. ما تحب الحياة تحب قصطنع لي أنا، هي تشري وهي تجري وهي تجيب وهي تتمد لي. هي رمضان مصلي على النبي عديت وأنا وياها وبنتي أذيك وحدة في حي السلام، تجري وتكركر وتجي، ما تخلي ما تعمل. أنا تطلبني بال20 مرة في النهار، أمي عملتي، أمي قديت تجيب لي تمد لي. أمي راني يعني طالعة، راني باش نقدكم أنتوما، راني باش نزينكم أنتوما، راني نحب نعيش، مش نحب ربي فضلك وربي يخليك تحب نعيشك في وضع باهي انت واخواتي. بنتي من هنا مضروبه، راسها من هنا مفماش، كريمها مدقدقه، ظهرها مكسر، يخرب شابت هكا يهبط على وجهه يا عبد الرزاق، وجهها ما فيه حتى مراره، ضربه لي لهنا كريمها مكسره، سلسول ظهرها مكسر، وجهها ابيض ما فيه شيء. وهاكا المتركلين تاع الكهرباء وكساكها وين مطيش لوطه، طول المتركلين تاع الكهرباء وساكها مطيش لوطه، وهو واقف وبنتي وين؟ بنتي فانا بلاصه مادام الكهرباء واقفه على القنطره هاك، نص الليل ونص عاملك غنيه كلاي وتغني وفارحه ولبس عليه، في دقيقه باش تنتحر. علاش تنتحر؟ هي واقفه علينا نحنا، ما عندها حتى شيء، ماكله شاربه هاكا ريد دار بوال، ها هي تلفزه وخواتها هاي بيتها، تصلي على النبي ما هي محقوقه حتى في شيء باش تنتحر عليه. شنو رايك انه القضاء احتفظ بها على ذمه التحقيق؟ على ذمه التحقيق، هي على ذمه التحقيق ومن عليهم الصفر، على ذمه التحقيق حتى تحل المحكمه. تحب نعرف حقيقه بنتي علاش ماتت هكاك؟ هيك ما مشيت على ساقيها روحت مدقدقة، أخي اللي حومة يعمل كيكة هو. آخر مرة ريتها كيفاه؟ آخر لقطة أنا مشيت للبنت خالي الجبل الأحمر مريضة نطلع عليه، قالت لي يا أمي ما تمشيش في السمش أنت مريضة راسك ما يوجع، تخلينيش نتحرقد من هنا وغادي بلاش تاكسي. خذيت أنا وياها تاكسي ومشينا للجبل الأحمر، وصلتني البنت خالي وقعدت قلت لها باري قاعدة تخزر لي هكايا. هذيك اللحظة اللي ريتها فيه تلفتت لي هكا وتضحك، قالت لي أمي هاني عطيتك مصروفك، تو غدوة نزيد وأنا معاملة باش نطلع البلاد عندي وراق باش نطلع. قالت لي أمي ما تمشيش، أنا جاية أنا نطلعك، نمشي أنا وياك نوصلك ونجي، ما خليكش تمشي وحدك. أما كان النظرة هذيك الأخرانية قعدت فيها، النظرة هذيك هي الأخرانية.
Thank you.